أكد عدد من أعضاء مجلس النواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن فوز الرئيس السيسي يعكس إصرار المصريين على استكمال مسيرة البناء والتنمية. جاء ذلك في أعقاب الإعلان عن فوز الرئيس السيسي بفترة جديدة. طبعا في البداية لازم أهني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية 2024، وطبعا لازم اهني كمان الساده المرشحين على الاصوات الكتير اللي برضه حصدوا عليها من خلال الساده المواطنين. بكل فخر بنقدم التهنئه لثقه الشعب المصري في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتره قادمه. الثقه ان الشعب قال كلمته واختار بكامل حبه وكامل يعني اقتناعه بالانجازات اللي حصلت وطموحه وطمعه الاكثر والاكثر في المزيد من الانجازات. بهني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بولايه ثالثه لرئاسه مصر، وده يعني يستحقها طبعا بجدارة. طبعا السيد الرئيس هو كان يعني بدا مسيره البناء والتنميه. من هين فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسيه، واللي كانت بتعكس مشهد حضاري كبير جدا. الشعب المصري فيه وضع خط احمر لكل المخططات اهل الشر كلهم، وفي نفس الوقت بتدي امل للقادم في المستقبل. بتمنى من السيد الرئيس ان احنا نبتدي ان احنا نكمل في التنميه بتاعتنا، وان احنا نكمل في الخطه اللي رسمها واللي وضعها، لانه ما فيش اكفأ من السيد الرئيس ان هو يكون بالمهام دي. النهارده احنا سعداء الكيانات الشبابيه ان هي موجوده في المشهد. احنا بندعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فخورين بالفتره اللي فاتت ان احنا كان في تمكين حقيقي للشباب في كافه القطاعات والمجالات. انا فخوره جدا ان انا في عهد الرئيس السيسي العصر الذهبي للمراه المصريه. الرئيس دعم المراه بشكل كبير جدا. ملف المراه بقت في كل الجهات التنفيذيه والتشريعيه ومؤسسات الدوله بشكل كبير. امل الفتره الجايه المزيد من دعم الكوادر الشبابيه من المراه ومن الشباب عموما. بنرجو طبعا استمرار مجهودات سيادته على كل المستويات وكل القطاعات في الدوله، وخاصه مجهودات دعم من خلال تمكين الشباب وتاهيلهم اللي اطلقها السيد الرئيس خلال السنين اللي فاتت. بهني الشعب المصري بتولية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة رئاسية جديدة، وطبعا بتمنى من ربنا ان هو يوفق سيادة الرئيس في الفترة المرحلة القادمة ان شاء الله. وطبعا انا يعني بتمنى ان شاء الله ان احنا نستكمل مسيرة النجاح اللي سيادة الرئيس بدأها من اول تولي رئاسة الدولة.